بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة بتحدث وخصوصا في الصيف بتحدث كتير جدا وبيشتكي منها الكثير من مزارعين الطماطم، وهي طول السلميات في الطماطم. السلمية يا جماعة المقصود بيها لو جينا على النبات دهيا هي المسافة اللي هي من الورقة دهيا تمام لحد الورقة دي، تمام. المسافة دي في دي الطبيعية، دي الطبيعية. أي نعم بتطول لما النبات بيطول شوية لفوق، ما فيش أي مشكلة خالص، ولكن تحت كده هي طبيعية. الطبيعية إزاي؟ بتتناسب المسافة نفسها مع النصل بتاع الورقة أساسا، ما شاء الله تخينة هوت، مع الديامتر أو القطر بتاع الساق نفسه، تمام. فكل دي بتديني نبات صحي في الآخر، بيديني وضع كويس جدا، تمام. في النبات السليم المفروض زي ما بيقولوا الأصناف اللي هي المتسلقة، بيبدأ أول شمراخ زهري عندي نهوت من 6 ل 9 أو 10 عقل، تمام. هم موجودين 6 أو 7 بالضبط يعني، تمام. طيب ايه المشكله في طول السلميات؟ المشكله في طول السلميات كل السلميه ما هتطول، المفروض انا عندي كل ورقتين ونص من دول في كلاستر. النبات الطبيعي في كلاستر زي ده ظاهر، يعني كل ورقتين ونص في كلاستر، يعني المفروض النبات معايا طويل بعيد 5 ورقات، المفروض ال5 ورقات المسافه من بين دي لدي ورقه ادا 1 2 3 4 5، المفروض اعد 5 ورقات من بعد اول شمروخ زهري يا جماعه، المفروض بلاقي كل 5 ورقات 2 كلاستر عندي زي ده اهو، بلاقي 2، ده النبات الطبيعي، تمام. المسافة دي لو طولت تبقى مشكلة، اللي هي ما بين الورقة هو الورقة، المسافة دي لو طولت تبقى مشكلة. ليه؟ كل المسافة دي ما طولت، لو عندي 2.5 متر مثلا في 10 سنتي ما بين الواحدة والواحدة، يبقى أنا عندي كده إيه؟ أنا عندي كده 25 ورقة في 10 سنتي ب2.5 متر، تمام؟ يبقى أنا معنى 2.5 متر عندي، يعني عندي 10 كلسترات زي دول. لو قسمنا 25 على 2 ورقتين ونص هلاقي عندي بالظبط 10 كلسترات زي دول. لو كل كلستر فيهم يا جماعة حامل 6 أو 7 ثمار كويسة 200 جرام، يبقى عندي تقريبا في كل كلستر منهم هلاقي كام؟ هلاقي حوالي 1.2 كيلو أو 1.4 كيلو. ليه؟ ده انا هلاقي لو عندي 7 في 200 هلاقي حوالي من 1.2 كيلو أو 1.2 كيلو 400 في الكلستر الواحد، تمام. على فكره وممكن يوصل للعشرة كمان، هلاقي 1.4 كيلو، 1.4 كيلو دول لو حسبته في العشرة يبقى هلاقي 14 كيلو من هنا لهنا، ماشي. لو نزلت النبات تاني هاخد منه، تمام. يعني المفروض الحاجات دي محسوبه في البيت، لان احنا الانتاجيه بتاعته بنحسبها بنحسبها بالمتر المربع، تمام، او بالنبات يعني في البيت، تمام. دي مشكله طول السلميات. طيب المشكله دي سببها يا جماعه؟ قد يكون السبب بارادتك وكان ياخد غصب عنك، قد تكون صفه وراثيه في الصنف نفسه، ودي في اصناف موجوده، تمام، معروف عنها كده ان هي المسافة أو السلميات بتاعت النبات نفسه طويلة مهما عملت فيه، هو دي الصفة الوراثية في الصنف، قوة هجين ماشية كده، ملناش دعوة بيه. يبقى أنت لك حق في الأول تزرعه أو ما تزرعوش وخلاص، تمام. وعلى فكرة الأصناف ديت أنا زرعتها في الصيف كان معايا سيء جدا، ما قدرتش اتحكم فيه لأن هو طبيعته كده. في الشتاء كان ممتاز 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 ممتاز. ليه؟ شتاء الجو برد أصلا والنبات كده كده إيه، بنتحايل عليه عشان يمشي معانا، تمام. يبقى ديت أول سبب من الأسباب، صفة وراثية في الصنف. السبب الثاني في كم عامل موجودين مع بعض، إما إنك أنت بتسمي التسميد أزوتي عالي، وخصوصا لو أنت حاطط السبلة بتاعتك أو خدمة الأساس بتاعتك حاجة عالية زي الدواجن مثلا، الدواجن بيبقى فيها نسبة النيتروجين عالي، وكذلك الحمام برضو بيبقى الكمية عالية، أو المادة العضوية أيا كانت مع سلفات نشادر، يبقى أنت حاطط كمية أزوت عالية. أول ما بتبدأ مع النبات بتحط أزوت تاني، إذا كان في صورة 20 أو في صورة يوريا، وخصوصا الأسوأ صورة اليوريا بطبعا 46% منها الأزوت عالي جدا فيها. ف زيادة التسميد الأزوتي بتعمل لي مشكلة طول السلميات ديت. انت فرحان بالنبات عمال بتحط أزوت وهو شغال بيجري وخلاص، وانت مبسوط كل يوم الصبح تيجي تلاقي النبات زاد 10-15 سنتي متكيف انت وخلاص، ما تعرفش ان ده فيه خراب بيوت يعني، تمام. تزداد المصيبة لو انت عندك التسميد المية قصدي عالية، لو انت بتدي بتروي ري كتير، مية مع أزوت بيعملوا كارثة، مع زيادة درجة الحرارة اللي هي بتنشط لك النمو، يبقى 3 عوامل مع الإضاءة عندك ضعيفة، 4 حاجات دول مجمعين فبعض دول يدمروا أحسن
بيت محمي بالنسبة لطول السلميات، وصاحبه مش هيلاقي فيه حاجة، ويروح على النبات كده من أوله لآخره، قص الورق اللي فيه واتفرج على الكلسترات أو العناقيد الزهرية، وشوف وضعها على النبات، تبص على الوضع بتاعها على النبات شكله إيه، هتلاقي حاجة تغمك. يعني تقريبا هتلاقيهم 5 أو 6 كلسترات، يعني أنت في القصة بتاعتك ديت ممكن تفقد 4 أو 5 كلسترات كمان. تمام؟ طيب القصة دي مش كده وبس، القصة دي كمان النبات عندك أصبح مش صحي بالمرة، أصبح مش صحي بالمرة خالص. بمعنى إن النبات أصلاً ما فيهوش سيمترية. لو مشينا بالكاميرا كده على الخطين دول هلاقي السيمترية ماشية معايا تمام التمام، الطول واحد، الحجم واحد، الدنيا كلها واحد. النبات عمرك ما هتلاقي فيه سيمترية. والنبات اللي ما فيهوش سيمترية يا جماعة عامل زي ما يكون الإنسان لما بيكبر في السن بقى، أو إنسان أصيب بالمرض، ما تلاقيش جسمه متناسق، اللي تحت مش زي بطنه تلاقيها مرتفعة، تلاقي وشه مكرمش كده، يعني إيه حاجة مش طبيعية. خلاص يعني إحنا كلنا لنا عمر هينتهي، يعني ما عاجلا أم آجلا، بس إحنا نتكلم في الجسم نفسه مش مظبوط. هكذا النبات تبص تلاقيه عمال يجري كده، والساق بتاعته رفيعة، وحتى التزهير مش مظبوط، الورقة رهيفة كده والمساحة بتاعتها ضعيفة. دي بتيجي بالخبرة، النبات مش عاجبني وبس. آي نعم شكله العام كده، الشكل العام يعني إن جنرال كده كويس، بس أنا على لما أخد بقى النبات وأفسره كده وأفصصه حتة بحتة، لا النبات مش عاجبني يا جماعة. طيب قد يكون المشكل منك انت، والمشكل منك انت بسبب ايه؟ بسبب عديم الضمير، اللي هم الجماعه اللي هم بيشتغلوا تحت السلم، يجيب لك مركب ويقول لك ده في سيتوكينين يا جدع انت، وفي اوكزينات، وفي احماض امينيه، وفي ما عرفتش ايه. الهرمونات يا جماعه اللعب بها خطا، وانا ما برجحش في الخضر خالص الا في حالات يعني تقزم نبات ممكن ألعب بها في الشتاء، النبات عندي الجو ساقع وبدفعه، الاستجابة بتكون بطيئة. أما هم كاتب لك عليه ضيفه للشتلات والكلام ده، ده كلام فاضي جملة وتفصيلا، ده كلام فاضي. وإذا لجأت ليه تلجأ ليه لو عندك ظروف أحماض أمينية ترشها في ظروف ظروف ما لازم أدخل بيه بحاجة زي كده، أحماض أمينية تكون من مصدر موثوق منه وشركة محترمة، مش حد ماسك جبريلك أسد معامله فاركه أو صحنه وحطه في المركبات بتاعته بيقول لك ده وفعلا بالله المركبات في الاخر فيها رواسب من تحت، دي دمار شامل يا جماعه، ابعدوا عنهم. انا والله لا تاجر ولا يخصني مبيدات ولا يخصني الفلاح، ابعد عن القصه دي، حاول تشتغل طبيعي وما تدخلش نفسك في القصص بتاعت الهرمونات النباتيه، لان دي ممكن انت تكون سقيت النبات منها، ممكن تكون رشيت النبات منها، وبالتالي هتلاقي الدنيا مش مظبوطه معاك بالمره، هتلاقي النبات بيجري منك. يعني انا في مره كانت عندي شتلات ضعيفه في المشتل، والله سقيتها سيتوكينين مركب محترم تمام التمام، لقيت النبات بيجري مني، لولاش ان انا متمرس وقدرت اوقفه وفرمته وفرمل النبات، وقفه فرمله يعني وقفه، بنفرمل العربيه مدوس فرمل يعني منوقف، عشان الناس بتقول يعني ما فهمش اللغه المصريه، فرمل النبات وقفه، كانت الدنيا ايه راحت مني خالص. فبالتالي هتفقد شماريخ زهريه كتيره منك، وبالتالي تبعد عن المركبات اللي هي دهيا خالص، يا ريت ما تدخلهاش، يا ريت. الا انا ممكن والنبات متقزم ماشي معاك، النبات فيه برد جامد والنبات ما بتحركش ماشي، ممكن تضيفها، وتضيفها كمان ارضيه مش لازم تضيفها على طيب اذا ظهرت الحكايه دي يا جماعه اعمل ايه؟ اذا ظهرت عندي طول السلميات عملت اعمل ايه؟ بص لو النبات عندك زي ده هنقدر نعمل فيه ونحكي ونتكلم ونشرب لنا فنجانين قهوه جنبه ونقول قصص وروايات، بس النبات لو طول خلاص انسى يا عمر، ما تقنعنيش. هتعمل له ايه؟ هو اريال بتاع تلفزيون هتسقطه في بعضه وتلمه تاني تفرده لا ده نبات خلاص ما ينفعش. امال لو في الوقت ده، لا الوقت ده اقدر اوقفه. اول حاجه اعملها اعطش النبات بتاعي جامد، اعطش النبات بتاعي جامد وما اخفش، ما تخافش جامد، هيحصل ذبول مؤقت في الظهر هيحصل، بس بعد كده هتلاقيه الصبح زي الفل ولا تخاف. ليه؟ انا كده بوقف العصاره النباتيه، بقول له اقف 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 عندك ما تتحركش، بوقف اول حاجه. اول ما عطشه الجدر خلاص يبدا يبحث عن الميه عن الاكل عن اي حاجه، كل البحث بتاع الجدر ده بيستهلك طاقة من النبات، فبالتالي هيوقف معي. دي رقم واحد. رقم اتنين، انزل بالازوت وارفع الفوسفور، كرف الازوت كده انزل بيه كده، الفوسفور الكرف بتاعه لسه كده ارفع بيه كده،
تمام، انزل بالازوت وارفع الفوسفور. ليه الفوسفور؟ قلت قبل كده ده هيدخل لي على الجدر، هيظبط لي الجدر ويخليه متناسق مع النمو الخضر اللي فوق، تمام، وهينشف لي الورقه نفسها. وقبل كده انا قلت جماعه بتوع المشاتل ان محلول السوبر فوسفات لما بننقعه في الميه وبرشه الشتله يومين ثلاثه بلاقي زي الخشب، او الصبح كمان بلاقي زي الخشب، تمام. النبات ده لازم يخشب، يبقى لازم ترشه رشه، تديله فوسفور في الجدر وترشه رشه فوسفور، رشه فوسفور عالي زي ايه؟ زي الماب يا جماعه، ال 1261 زيرو دي كان اساتذتنا علمونا ان احنا لما بنرشه حتى على الخيار، كنا نرشه دايما في الشتاء على الخيار بينشف الورق عشان البياض الزغبي. فعلا النبات لما بترش عليه ديت بيزود نسبه الالياف وبخلي الشجره نفسها او الورقه نفسها جامده جدا، وبوقف النبات بفرمله جامد قوي. فتدخل بحاجه زي دهيا هتبص تلاقي الامور ابتدت تتعدل معاك، ابتدت تتعدل معاك. في بعد كده بتنزل كرف الميه، يعني تزود الفوسفور وتنزل الازوت وتنزل الميه ويتعطش النبات تعطيشة كويسة، هتلاقي الأمور ابتدت تستقيم معاك. لو انت بتضيف أي حاجات جذرية هرمونات نباتية ابعد عنها خالص خالص خالص، ما تحطهاش كده، الدنيا ممكن تلم نفسك تاني وتتظبط معاك الأمور. غير كده ما تسألنيش عن طول السلميات، طول السلميات زي ما انت شايف قدامك كده اهي قصة واحدة، ينفع واحد يمشي بشعره حتة عالية وحتة واطية هتستنقصه انت أصلا يعني، تمام. ده اللي كنا عايزين نكلمه في طول السلميات. فناخد بالنا جدا جدا من الحاجات الفنية البسيطة دهيت اللي ممكن ترفعني فوق وممكن تنزلني في سبع أرض، ودي كويسة جدا للمزارع وللمهندس الصغير اللي هو ممكن يتعلم الحاجات دهيت. جايله على طبق من ذهب، والله اتعلمها وخد بالك منها هتلاقيها بتحصل معاك. مش مصدقني يا عم؟ جرب لك في مصطبة، في مصطبتين، في أي حاجة، ماشي. في آخر فيديو واحد بيقول لي كل اللي انت قلته ده ملوش لازمة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.